شجرة من عبوات المياه مرشحة لدخول جنس. جمعوا ما تكبوا. الحملة اللي نتج عنها شجرة شكة المرشحة لدخول موسوعة جنس للأرقام القياسية. الفكرة بلشت عند سيدة لبنانية اسمها كارولين شابطيني، ويلي نصحها أحد الأصدقاء بأنه تكتر من شرب المي لدوره بتخفيف الوزن. وبالفعل بدأت كارولين بشراء عبوات مياه بكميات كبيرة. عبوات المي الفارغة بدأت تتراكم عندها بالبيت، ونتيجة هالشي صارت ترسلهم لأحدى شركات إعادة التدوير لحماية البيئة من التلوث. بالعام الماضي فكرت بصنع شجرة الميلاد ببيتها من هي العبوات يلي كان عددهم 500 عبوة بوقتها، وثبتتهم على قواعد من الفلين. نتيجة هي العبوات اللي تكدست عن كارولين، فكرت بصنع أكبر شجرة ميلاد من عبوات المياه، وتكسر رقم شجرة الميلاد بمدينة مكسيكو يلي جمعت 98 ألف عبوة مياه فارغة بطول 27 متر بوقتها. ولحتى تجمع عدد كبير من العبوات، توجهت لمتابعين على إنستغرام حتى يساعدوها بتجميع الأناني الفاضية، وتجمع عندها 129 ألف أنينة. بعدها توجهت لبلدية شكة نظراً لامتلاكها قاعدة حديدية لمساعدتها بتنفيذ هي الشجرة، واستجاب حوالي 100 شخص لهي المبادرة. وخلال 20 يوم من العمل المتواصل والمجهد، كانت الشجرة جاهزة لعيد الميلاد الماضي ب 129 ألف عبوة وبطول 28 متر تقريباً. وهالشجرة ممكن قريباً تصير رقم قياسي جديد على صفحات الموسوعة العالمية.